خفضت العاصمة الصينية بكين من مستوى الاستجابة للطوارئ تجاه كوفيد-19 من المستوى الأعلى الأول إلى المستوى الأعلى الثاني، وذلك ابتداء من يوم الخميس. وبعد خفض بكين مستوى الاستجابة للطوارئ للمرض، لن يحتاج القادمون من المناطق المنخفضة المخاطر في الصين إلى الحجر الصحي في المنازل فور وصولهم إلى بكين، لكن الحجر الصحي لا يزال قائما بالنسبة للوافدين من خارج البلاد. وفي الوقت نفسه بدأت بكين في إعادة وصلات النقل إلى المقاطعات الأخرى منخفضة المخاطر، وستسمح للحافلات والقطارات داخل المدينة بحمل المزيد من الركاب. كما قامت العاصمة الصينية بتخفيف القيود جزئيا على الأشخاص الذين يريدون الدخول إلى المناطق السكنية، فيسمح لعمال التوصيل والزوار بالدخول إلى المجمعات السكنية إذا كان بإمكانهم إظهار بطاقة المرور الخضراء على هواتفهم المحمولة.